السؤال الثاني وياكم شباب يقول شنو يقول السؤال؟ نوع من أنواع الورق الذي يستخدم في صناعة أغلفة المخطوطات. في أغلفة المخطوطات أكو ورق يسمى، هل هو الورق المشمع أم الورق المقوى أم الورق النشاف؟ عندك خبرة بهذا الجانب ولا لا بشير؟ 30 ثانية فقط. عندك خبرة ما عندك خبرة، معيار الوقت هنا واحد، 30 ثانية توصلنا للإجابة الصحيحة. إن شاء الله الإجابة الأولى، الورق المشمع. الورق المشمع هو الذي يستخدم في صناعة أغلفة المخطوطات. إن شاء الله. متأكد؟ نثبت الإجابة. أنتوا 80 بس مو معناتها أنتوا الفائزين. ثبت؟ إن شاء الله. إذا نعتمد الإجابة الأولى الورق المشمع، وللأسف الإجابة خاطئة يا بشير. الإجابة الصحيحة يا كنترول هي الورق المقوى. سؤالنا عن المخطوطات.